بس تاني نرجع مع دكتور احمد ثابت. زي ما قال محمد انه عندك خروجات مؤثره، يعني بتتكلم في خروج صديق اجولا، في خروج احمد ياسر ريان، محمد ابراهيم، محمد ابراهيم، واحمد القرموطي وخالد صبحي، الاثنين راحوا النادي المصري. تمام، لكنه بنتكلم على يعني خالد صبحي كمساك مساك، بنتكلم على محمد ابراهيم، بنتكلم على احمد ياسر على وصديق ريان، وعلى صديق اجولا طبعا كان واحد من اهم اللعيبه. لكن في المقابل انت عندك رباعي لوحده من بيراميدز، بتتكلم في اسلام عيسى وفخري لكاي وزلاكا وعبد الله مجدي ومحمد صادق، ومحمد صادق من قبلهم، يعني عندك خماسي تقيل جدا موجود. هل دول يعوضوا اللي خرجوا؟ هل انه كابتن امل رمادي بذكاء شديد جدا انه بدل ما يتجه الى بولندا اتجه الى الامارات وعمل مباراه وديه مع نادي الوحده؟ شايف انه ما فيش فرق كبير بين اللي خرجوا وبين اللي دخلوا؟ بس انا في الاول يعني فخر لك كده مهاجم يعني. طبعا انا في الاول اهم حاجه بالنسبه لي بكره حاله النادي الاهلي. النادي الاهلي لو في حالته يكسب اي حد، يعني معلش في مباراه الكاس اللي هي اللي في السوبر الافريقي نادي الزمالك عمل مباراه كويسه، بس النادي الاهلي هو اللي ما كانش حلو. احنا اللي ما كناش انا عايز اتكلم على الاهلي بعد كده، انا بس بدي المناقش حقه. نخش بقى على سيراميكا. تمام، سيراميكا جاب 16 صفقه. جاب 16 صفقة 16 صفقة بكرة في منهم ناس مش موجودة، ولكن لو استعرضناهم حتى قدامنا حسين السيد، حسين السيد ممكن يتواجد بكرة، جابوه ظهير أيسر من النادي المصري. إسلام عيسى واحد جاي من بيراميدز، فخري لقاي بيلعب مهاجم وبيلعب جناح أيسر جاي من بيراميدز إعارة، محمود زلاكة واحد من اللعيبة اللي عندها سرعات وبتلعب ماتشات الأهلي بشكل كويس جدا، عبد الله مجدي ده بيلعب لعيب وسط ثالث وبيلعب جناح شمال، محمد صادق، يبقى كده خمسه جايين من بيراميدز، كمان محمد صادق هو الخامس، ايمن مكة وده صفقه كويسه جدا طبعا، يعني كان متالق مع الجونه وجايب خمس تجوان واربعه اسيست مع الجونه، عنده 27 سنه، عباس كيونيه ده 19 سنه جناح من اوغندا، عمر عبد الرؤوف مهاجم غاني، محمد لاعب وسط من انبي، محمد عصام 19 سنه، كل دول تحت السن يعني، احمد اشرف لاعب النادي الاهلي مواليد 2003 اخو محمد اشرف اللي بيلعب في زد، احمد عابدين مدافع طبعا النادي الاهلي الواعد مواليد 2006، يوسف سيد عبد الحفيظ مصاب بكره مش موجود، لا برضه اعاره من النادي الاهلي، يوسف عفيفي ظهير ايسر من ديروت، ومحمود الزيني من ديروت. الراحلين زي ما حضرتك قلت ابرز ثلاثه فيهم صديق اجوله واحمد ياسر ريان ومحمد ابراهيم. طيب ممكن اقول لحضرتك تشكيلهم المتوقع. يلا نستعرض التشكيل المتوقع، هنلاقي بكره كابتن ايمن الرمادي حتى في اخر ماتش لعب بخمسه 4-1 قدام النادي الاهلي، قدام في الدوري في اخر ماتش. نعم، لو معانا التشكيل نستعرضه على طول. في حراسه المرمى طبعا محمد بسام، قدامنا التشكيل اهو، محمد بسام في حراسه المرمى. الثلاثة اللي ورا حضرتك سألت على خروج خالد صبحي. النهارده هو عنده ثلاثة كويسين ورا، عنده سعد سمير، رجب نبيل، احمد رمضان بكر. اعتقد كمان يعني خاف انه يدفع باحمد عابدين لسه كبدايه لسه هيلعب. الميزه ان في ثلاثه دي احمد عابدين هيلعب، ده صحيح، وحتى الاتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي ان احمد عابدين ويوسف سعد عبد الحفيظ الاثنين هياخدوا ماتشات. مظبوط. ناحيه اليمين احمد هاني باك رايت كويس جدا، وناحيه الشمال حسين السيد او عبد الرحمن بودي. ده الخلاف الوحيد في التشكيله اللي هو يعني بيفكر فيه، حسين السيد ولا عبد الرحمن بودي. نيجي في وسط الملعب ابراهيم محمد، وده لعيب صغير في السن هو معتمد عليه بشكل كويس في الماتشات الاخيره بيديله، وعنده برده محمد عادل بيلعب في وسط الملعب لعيب كويس جدا. لعيب كويس. احمد بالحاج هو اللعيب اللي صانع العاب، هو اللي بيعمل الربط ما بين الخطوط اللي بيربط الخمسه اللي ورا بالاربعه اللي قدام. واحمد جندوزي طبعا ناحيه اليمين بيلعب، ممكن احمد جندوزي ده ممكن يحول طريقه اللعب ليه 5-3-2، ازاي ان ابراهيم محمد ينزل سته واحمد بالحاج وجندوزي يبقى 2-8 بيكملوا. جندوزي محظوظ على الاهلي، خلي بالك، ومحظوظ ويسجل هو لعيب كويس. وقدام جون ابوكا وفخري لقاي، يعني الطريقه دي ممكن نشوفها 5-3-2 في بعض الاوقات بوجود فخري لقاي جنب جون ابوكا. عنده حلول كتيره قوي يا كابتن شوبير، بصراحه عنده حلول كتيره جدا في الناحيه اللي قدام كمان. يعني لو بصينا في الحلول ازاي، ممكن مثلا قدام في اسلام عيسى ممكن يدخل، في ايمن مكة ممكن يدخل، في زلاكه ممكن يدخل، فعنده حلول كتير. عنده برده اللعيب احنا ما شفناش عباس كيونيل اللعيب الاوغندي ده هيبقى شكله عامل ازاي، برده عمر عبد الرؤوف المهاجم الغاني، فعنده حلول في الناحيه اللي قدام. بس انا بشوف سيراميكا عنده حلول قدام، بس عنده في ماتشات النادي الاهلي في وسط الملعب عنده مشكله دايما. طريقه لعب الكابتن ايمن الرمادي ان هو عنده سنه مغامره شويه قدام النادي الاهلي، تحس انه الملعب قدام بيبقى خمسه
وورا خمسه، يعني ايه بيبقى فيه فجوه في وسط الملعب، انت ازاي تقدر تستغل الطريقه دي؟ عنده حلول هجوميه كتير، كان دايما بيلعبنا مثلا بمحمد ابراهيم، بالحاج، جندوزي، صديق اجوله كان بيبقى موجود، فنفس الفكره، هو برده حاطط جندوزي، حاطط فخر لقاي، حاطط جون ابوكا، حاطط بالحاج، فانت النهارده مهم جدا ان انت تمسك بكره وسط الملعب منه. عنده حلول هجوميه كتير، بس انت طريقتك في وسط الملعب هتفرق كتير. نعم طيب. تمسك منه وسط الملعب. خليني